اشتهرت به قبائل أولاد نايل التي تمجد هذا الموروث وتعتبره رمزا للنخوة والرجولة. ودامنا نتحكى عن الرجولة خليها. إذا مشاهدينا مستمعينا، القشابية بوبرها الخالص أضحت بديلا بامتياز طبعا عن المعطف الذي يستخدمه الجزائريون الأوائل عندما يحل عليهم الشتاء القارس، والذي يحل على مدينة قبيلة أولاد نايل، فيما لم تجد هذه القبائل هذه المنطقة سبيلا للعيش فيها إلا من خلال القشابية التي تدر عليهم بالمال. طبعا انا قررنا نحكي عن المال الحين، قررنا انه نهديك اياها بعيد ميلادك الجاي. اللي تعرف سعرها الوحده سعرها 4000 دولار. 4000 دولار كويس، محرزه يعني. ماشي حالها، يلا يعني نتابع. يا خويا قريب عندي بيو زليدة خليتها متقهرة. زينب هذه العجوز التي تنحدر من قبيلة أولاد نايل تتفنن في حياكة القشابية. لباس ذو شأن عظيم لدى النيليين، وهم عشيرة إدريس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة. يكفي أن تقاس نخوتك وهمتك هنا بالقشابية لا غير، وهيهات أن تضرب بهذا الموروث عرض الحائط. قد يصل جزاء من يقدم إلى الطرد من العشيرة، ولكن قليل من يعرف أسرار صناعة القشابية التي تنفرد بها المنطقة. وبر الجمال هو الأساس ويعرف بالعقيقة، وتحديدا وبر المخلول صغير الإبل في أول زجة له، نظرا لمتانته وخفته وفعاليته في الحفاظ على الحرارة. نسدوا النسر عندو قلو تال، نسدوا النسر كما هي كتلوح علينا وحده، والزوج يسدوا كان نسدوا نديروا في الخشبه لان نطوه كما راح، ونولوا نعلقوه نيروه، وكان نيروه نعودوا ننزلوه كما راح. المراه هي التي تنسج القشابيه لياخذ الرجل على عاتقه الخياطه والتطريز، والحياكه تعتمد على اله البشمار او ما يعرف بالتيال لابراز القمر، وهو ما يوضع في مؤخرة غطاء الرأس القلمونة. ويستغرق النيليون مدة أسبوع كامل على أقل تقدير لوضع اللمسات الأخيرة على القشابية في شكلها النهائي. هذه المنطقة كانوا يعني في ترحالهم وحلهم على الإبل، وطبعا يستفادوا من هذه الماشية، ماشية الإبل، وطبعا حاجتهم كذلك اللباس، كونه لباس تقليدي، أصبحوا يصنعون من وبر الجمال هذه لهذا اللباس التقليدي الوبري، اللي هو المتمثل في الجلابة الوبري ومتمثل في البرنوس الوبري. لا تصنع أعداد هائلة من القشابية، كونها تستهلك الكثير من الوقت والمجهود، ولأن الحصول على الوبر الخالص أضحى مهمة عسيرة. البعض منها يسوق هنا في تجمع أسبوعي يعرف بيوم القشابية، وذهلنا لما علمنا أن الثمن الواحدة منها يصل إلى 4000 دولار في بعض الأحيان، قيمة فنية ومادية عالية قد تحرم الفقراء من النيليين من التنعم بتاج الهمة. غير أن لباس القشابية تعدى حدوده الإبداعية وأصبح مصدر عيش الكثير من العوائل المترامية في جنبات هذه المناطق السابية. لا حول ولا قوة لهم إلا في قشابية يحتمون بها من قسوة المناخ والحياة. قد تغنيك هذه القشابية عن معطف في برد شتاء قارس تصل درجة حرارته إلى ما دون 20.
وقد يوصف بالدخيل كل من لم يرتدي هذا اللباس، حتى أصبحنا نسلم بحقيقة أن القشابية أضحت تأشيرة الإقامة بهذه المدينة. رفيق بخوش لأم بي سي في أسبوع، مدينة الجلفة جنوب الجزائر. على لمين هالجوائز؟ هذه أكيد للي يجاوب على سؤال اللغز الشعري، والجائزة طبعا مقدمة من برنامج أم بي سي في أسبوع.